قام سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان والسيد أمين الشرقاوي منسق الأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإمائي والدكتور طارق الشيخ المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمنطقة الخليج العربي بالتوقيع على وثيقة مشروع التعاون المشترك لتحديث السياسة الإسكانية الجديدة. ويهدف المشروع إلى مراجعة وتوثيق استراتيجية الإسكان في البحرين طبقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يقدم المشروع استراتيجية وطنية للإسكان تستند إلى الأدلة مع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وزير الإسكان أكد أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في المنطقة من حيث تقديم السكن الملائم لمواطنيها، مشيرا إلى الأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية في مختلف المحافظات، إذ تقوم وزارة الإسكان بالعمل على توفير 25,000 وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2018، ومن المقرر توفير 15,000 وحدة أخرى في السنوات اللاحقة، وبالتالي تلبية الأمر الملكي. التوقيع على هذه الوثيقة في هذا الوقت بالتحديد له أهمية خاصة، خصوصا مع التحديات الاقتصادية وتحديات الملف الإسكاني بشكل عام، مما يستدعي تحديث الدراسات والسياسات والاستراتيجيات السابقة لتواكب التحديات وتواكب المرحلة القادمة، وتعين على أن نتعامل مع هذا الملف بمنظور ومفهوم الاستدامة اللي يحقق نتائج أفضل من خلال بدائل ومن خلال حلول جديدة، سواء على مستوى المنتجات أو على مستوى المعايير أو على مستوى حلول التمويل أو البرامج بشكل عام. نحن سعداء بالقيام بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع وزارة الإسكان والهابيتات، نظرا لخبرة البحرين في تحقيق الإسكان للمواطنين. البحرين لها باع طويل في تطوير قطاع الإسكان وتحديث سبل توفير السكن الملائم للجميع في مملكة البحرين، وقد كانت مملكة البحرين على رأسها في خاصة وزارة الإسكان في مملكة البحرين لها دور كبير في تطوير الاستراتيجية السكنية، والتي وفرت حلول سكنية كثيرة خلال 10 سنوات الماضية.